التليفون من أكتر الأدوات المستخدمة حالياً في صناعة الفيديوهات والصور في العالم كله. صور كتير بيتم نشرها على السوشيال ميديا يومياً باستخدام التليفون. صناع محتوى كتير بينتجوا فيديوهاتهم أو فلوجاتهم باستخدام التليفون برضو كل يوم. حتى المسابقات العالمية بقى فيها قسم خاص للتصوير بالموبايل. بس السؤال هنا، إزاي نقل كاميرا الموبايل لمستوى احترافي تخلينا نطلع صور وفيديوهات احترافية جدا؟ وده هو كلامنا في الحلقة النهاردة. خلينا الأول عارفين إن المقصود بالكاميرا الاحترافية مش معناه خالص إن هي كاميرا غالية أو عدسة غالية، مش ده الكلام خالص، ولكن فكرة الاحتراف هنا إن أنت تقدر تتحكم في الصورة اللي أنت بتصورها وتطلعها زي ما أنت متخيل بالظبط. يعني من الآخر تتحكم في الثلاث عناصر الأساسية لدخول الإضاءة في السنسور عشان يتعمل عملية بروسيسنج وتطلع صورة. الثلاث عناصر دول هما الأيزو والشاتر سبيد والأبرتشر. لو جينا دلوقتي فصصنا مرحلة التقاط الصورة لأي كاميرا احترافية أو كاميرا عادية أو كاميرا الموبايل أيا كان نوع الكاميرا، هنلاقي إن هي عبارة عن ضوء داخل المستشعر الكاميرا أو سنسور الكاميرا عشان يتم جوه مرحلة بروسيسنج أو معالجة عشان في الآخر يطلع لك الصورة اللي أنت بتشوفها على شاشة الكاميرا. الفكرة هنا بقى أنت تقدر تدخل إضاءة المطلوبة لسنسور الكاميرا أو اللي هي محتاجاها سنسور الكاميرا والصورة ما تطلعش معاك إضاءتها عالية ولا إضاءتها قليلة. وده دور بقى مثلث التعريض اللي بيتقسم لتلات أجزاء أو تلات عوامل أساسية. أول حاجة هي الأيزو أو حساسية السنسور ده للإضاءة اللي داخلاله، والأيزو ده عبارة عن رقم بيبدأ غالبا في جميع الكاميرات أو الموبايلات من أول أيزو 100 لغاية أرقام لا حصر لها. ولكن أنا عايزك تعرفه إن الأيزو ده كل ما كان الرقم عالي كل ما كان الإضاءة داخل للسنسور أعلى، وكل ما رقم الأيزو ده كان قليل كل ما دخل إضاءة قليلة للسنسور. ولكن كل حاجة ليها ميزة وعيب. مع علو رقم الأيزو ده بيحصل حاجة في الصورة اسمها نويز، وهي عبارة عن نقط صغيرة بتلاقيها في الصورة بتاعتك بتقلل من شكل وكواليتي الصور، وده بيحصل دايما لو انت بتصور دايما في مناطق غامقة او في مناطق غير مشبعة بالاضاءة الكافية. فاحنا دايما بننصح ان رقم الايزو ده يكون رقم قليل مش رقم عالي عشان تحافظ على كواليتي الصورة او الفيديو اللي انت بتصوره. تاني عامل او تاني حاجه هو الشاتر سبيد او سرعه الغضروف. شاتر سبيد هو عباره عن المرايه اللي موجوده قدام السنسور، من خلالي المفروض اقول الشاتر سبيد ده يفتح ويقفل بسرعه قد ايه عشان يدخل لي اضاءه للسنسور. شاتر سريع معناه ان اضاءه قليله للسنسور، شاتر بطيء معناه ان اضاءه اكتر للسنسور. وبيتقاس سرعه الشاتر دي بالثانيه. معظم الكاميرات او معظم الموبايلات الشاتر سبيد بتاعها بيبدا من اول 30 ثانيه لغايه 1 على 8000 او 1 على 16000 جزء من الثانيه. وزي ما قلت لكم كل عامل بيبقى ليه مميزات. شاتر سبيد سريع بيعمل لك فريزنج للحاجه اللي انت بتصورها لو بتتحرك، شاتر سبيد بطيء بيعمل لك موشن للحاجه اللي بتتصور لو بتتحرك. ناقص عامل واحد هو الابتشر او فتحه العدسه. عموما فتحه العدسه في كاميرات الموبايل دايما بتكون ثابته ما بتبقاش متغيره، فاحنا دايما واحنا بنصور بالموبايل لازم نكون مركزين في القيمه بتاعه الايزو والقيمه بتاعه الشاتر سبيد. عشان تقلب بقى كاميرا الموبايل بتاعتك كاميرا احترافية محتاج ان انت تتحكم بشكل كامل في الشاتر سبيد والايزو، وده اللي مش بيكون موجود دايما في برامج الكاميرات اللي بتنزل عادي في السوفت وير بتاع الموبايل. في موبايلات كتير طبعا بيكون فيها البرو مود اللي بتقدر تتحكم في الحاجات دي، ولكن في موبايلات تانية مش بيكون موجود فيها المود ده. فاحنا بنحتاج ننزل برنامج ثيرد بارتي يعني على الموبايل عشان نقدر نتحكم في العوامل دي كلها. خليني اقول لك برضو ان في برامج لا حصر لها من البرامج الفري والبرامج المدفوعة في الموضوع ده، ولكن اجمد برنامج انا استخدمته وبستخدمه بقالي كتير قوي هو برنامج روم موبايل. اول حاجه هو في البرو مود تقدر تتحكم بشكل كامل في الكاميرا اذا كان شاتر سبيد اذا كان ايزو، وكمان بتقدر تحول صيغه الصور من جي بي جي لدي ان جي او معناه اللي هي ملف رو ملف خام، تقدر تتحكم في الايديتنج بتاعه بشكل اكبر من ما انت تصور بالملف او الاكستنشن العادي اللي هو جي بي جي. غير اصلا برنامج لايت روم برنامج ايديتنج في الاصل،
ففي مرحلة أخرى من التعديل على الصور هنروح لها في فيديوهات تانية. فبالنسبة لك برنامج واحد هتعمل عليه إديت وكمان هتصور بيه. ميزة كمان في البرنامج ده إن هو متاح للأندرويد والآي أو إس، فكده كده في جميع الأحوال أنت لازم تنزل برنامج لايت روم موبايل. ولو أنت بتستخدم برامج تانية وجامدة جدا يا ريت تكتب لنا أساميها في الكومنتس عشان كل الناس تستفاد. وبالنسبة لو أنت مهتم أكتر بتصوير الفيديو للموبايل فعندك برنامج بلاك ماجيك كاميرا، برنامج فري وخطير وتقدر تتحكم في كل حاجه كل حاجه اذا كنت هتصور فيديو باستخدام الموبايل. كل ما الموبايل بتاعك فيه فيتشرز اكتر زي مثلا الايفون 14 و15 هيفتح لك فيتشرز او مميزات اكتر في البرنامج. فلو انت تصور فوتو عندك برنامج لايت روم موبايل، لو تصور فيديو فعندك بلاك ماجيك كاميرا. وبكده احنا خلصنا الحلقه الثانيه من السلسله، واتمنى تكون استفدت وتكون الحلقه خفيفه لان الحلقات الجايه هتكون اصعب بكتير من اللي فات. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه لو انت عايز تكمل معايا السلسله. وميعادنا يوم السبت الجاي الساعه 7 عشان نكمل سلسلة حلقات فروم سمارت فون تو بروفيشنال كاميرا. واللي هنتكلم فيها الحلقة الجاية عن شوية نصايح وشوية تريكات لازم تعملها في الموبايل بتاعك عشان تطلع احسن نتيجة بتصوير بالموبايل. بس كده لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تتعلم وتمارس وتطور من اللي انت اتعلمته، واشوفك الحلقة الجاية. سلام.